شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد وحبات من البرد وجريان الشعاب والشلالات وبعض الأودية. وشملت الأمطار منطقة الخضيرة وكدرة والمنامة وسهيلة والغيل وسيجي ومليحة والذيد. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار.